هنبدأ في المحاضرة دي الـ Image Enhancement في الـ Frequency Domain. خدنا المحاضرة اللي فاتت Introduction كده لإيه هو الـ Frequency Domain والـ Characteristic بتاعته، ونبدأ نستخدم الـ Image Enhancement في Frequency Domain. مبدئيا عشان أعمل Enhancement قلنا لسه عندنا Frequency و Special Domain، وفي الـ وفي الـ Special Domain أنا بأكسس البكسل بتاعتي على طول. We access the pixels themselves. The frequency domain, we convert the image into Fourier transform to make the changes on this domain. بنبدأ نعمل الـ enhancement على الدومين اللي اسمه frequency domain. خلاص؟ يعني بتحول الايمج بتاعتك الـ Fourier transform الأول. طيب. الـ image transform ده معناه إن أنا بعمل mathematical mapping للـ image pixels وبحول من الـ special domain وبحطها في other domain تاني. الأزر دومين ده بيكون فيه كاركترستيك معينة أقدر أشوفها على الصورة أفضل من السبيشال دومين. تمام؟ طيب الفلترنج في الفريكونس دومين بيحصل ازاي؟ انت مبدئيا بيبقى عندك الايمج بتاعتك اللي هي الاف اكس وواي. اوكي، اول خطوه بتعملها ان انت بتبدا الاف اكس بتاعتك بتضربها في ماينس 1 تو ذا باور اكس بلس 1، يبقى معاك اف اكس جديده. تمام، الاف اكس الجديده دي بتبدا تطبق عليها الدي اف تي، يبقى كومبيوت ذا سنتر الدي اف تي، ببدا احسب الدي اف تي على الايمج بتاعتي. فانت حولت الايمج بتاعتك لمكان في السنتر، بعدين تبدا تطبق عليها الدي اف تي. بعد ما تطبق الدي اف تي بتبدا تضرب الاف الكابيتال اوف يو في، بتضربها في الفلتر بتاعك. وطبعا لما كنا في السبيشال دومين بنعمل حاجه اسمها كونفوليوشن، هنا بنعمل ضرب على طول. طبعا هنوضح دي بعد شويه. بعدين بينتج لك الايمج بعد التحسين، بس انت بتبقى هي موجوده برضو في الفريكونس دومين، بتبقى عايز يعني تعمل الانفرس بتاع الدي اف تي عشان تشوف الايمج البيكس الايمج اللي هي في السبيشال دومين جي اوف اكس وواي. بعد ما تطبق الانفرس بتاخد الريال بارت بس، لان هو ده اللي تعرف تحوله للسبيشال دومين. والريال بارت بتعمل له ايه؟ بتعمل له انفرس برضه، او بترجعه اللي بتعمل العمليه العكسيه بتاعت السنترلايزد، او ان انت بدل ما تخليها في السنتر بتبدا ترجعها هي لشكلها الاصلي، وبالتالي بيرجع لك الجي اوف اكس وواي. طيب طبعا احنا وضحنا ازاي اقدر اترجم شويه يعني ايه فريكونس دومين. لو الصوره دي طبقت عليها الايكويشن بتاع الفريكونس دومين هيطلع لي حاجه زي كده. هتلاحظ ان انت مثلا عندك لاين هنا ولاين كده، كل ده في نفس الدايركشن اهو. اللاين ده كده بيعمل له مابنج باللاين ده، تمام، بايه عكس الاتجاه بتاعه. طيب عندك لاين لاين دي كده مثلا، اهي 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 اللاينز دي كلها هتبقى بتماب اللاين ده. تمام، وطبعا اللاين ده كله، اللاين ده او حتى البوينتس اللي موجوده هنا دي بعمل لها ريبريزنتيشن بالحاجه اللي هي الفاضله دي. اوكي، ده اسمه في الاخر سنتر فوري ترانسفورم، لان هو ان النقط كلها تكون في النص كده، يبقى انت عملت الاوبريشن بتاع الشيفتنج الاوريجن. اوكي، طيب ايه هي الحاجات اللي ممكن اعملها في الايمج بتاعتي؟ ممكن اعمل حاجه اسمها سموثنج، وممكن اعمل حاجه اسمها شاربنينج. بعمل سموثينج يعني بعمل زي الافرجينج كده اللي انا خدته في السبيشال دومين، وبخلي الايمج تبقى البيكسلز تندمج مع الباك جراوند. الشاربنينج ان انا ببدا ابين الايدجز اكتر، وببقى مهتميه بالايدجز مش بالايه مش بال بالكونتنت بتاع الايمج. طيب بيحصل بعمل حاجه زي كده ازاي؟ بان انا بعدي الصوره بتاعتي، الصوره دي بقى يعني بحولها، او طبعا الصوره دي بقى بعد ما هيتحط في الفريكونس دومين، الصوره اللي في الفريكونس دومين بضربها في فلتر تاني تعمل لي سموثينج، بضربها في فلتر تاني بتعمل لي شاربنينج. الفلتر ده اللي بيستخدم في السموثينج بسميه هاي باس فلتر، سوري لو باس فلتر، واللي بيعمل شاربنينج بقى اسمه هاي باس فلتر. اللو باس فلتر ده معناه ان هو طبعا الحاجات اللي تحت دي هي اللو، خلاص، فبيخلي الحاجات اللو هي
يعني هو بيعدي الحاجات اللي في النص، بيخلي الحاجات اللي في النص هي اللي بواحد، تمام؟ والحاجات التانية هي ايه، بيوقعها، ما بيهتمش بيها. طبعا ده هيوضح يعني في فيجرز تانية. الهاي باس فلتر بيخلي الحاجات اللي في النص هي اللي بيوقعها، واللي على الحراف هو اللي بيخليها بوحيد. وعلى اساس ان الحاجات اللي على الحراف دي حاجات اهميتها قليله، اهميتها قليله يعني هي عباره عن ايدجز بس، مش كونتنت للصوره. لكن الحاجات الموجوده في سنتر الايمج او في النص دي بتكون عباره عن الايمج نفسها، تمام؟ وفكره ان انت تاخد جزء وتسيب جزء، ده معناه ان انت ايه، عملت سموثينج، يعني في حاجات انت طنشتها. الايدجز دي برضو مهمه، فلو انت شلت الايدجز فانت عملت ايه، دمجت البكسل بالايه، بالبكسل اللي جنبها. طيب طبعا دي بس الصورة بتقول لك ان انت ممكن تطبق لو باس فلتر او هاي باس فلتر، ولو ما كانتش الريزلت عاجباك عايز تعمل شاربنج اكتر، ممكن تضرب الفلتر ده، تضربه في رقم، تضربه في رقم معين، في فاكتور معين، تبدأ البيكسلز تظهر اكتر، تمام؟ طيب الفريكونس دومين فلترنج، ان انا لو عايزه اعمل فلترنج في الفريكونس دومين، ايه هي الفريكونسز؟ هي الاماكن اللي في الصوره اللي بتريبريزنت ان في جراي فاليو تشينج حصل، في حصل تغير في البكسل فاليوز مع الديستنس. يعني لو انت معاك البكسل دي مع البكسل اللي جنبها بقت مختلفه تماما، يعني على اللي جنبها على طول، يعني سمول ديستنس، اعرف ان التغير ده تغير ايدج، لان هو ما فيش حاجه اسمها كده، يعني ما فيش حاجه اسمها النقطه دي مختلفه تماما عن النقطه اللي بعدها، يبقى دي يا اما نويز يا اما ايدج. لكن لو انت عندك نقطة شبه النقطة اللي جنبها، شبه النقطة اللي جنبها، شبه النقطة اللي جنبها، والاختلاف ظهر على مسافات بعيدة، يبقى انت كده في اللي انت بتتكلم عليها دي، الريجن دي كلها اسمها باك جراوند، فبنسميها لو فريكوانسي كومبوننت. اللو فريكوانسي كومبوننت هي ال في ليتل تشينج في الجراي فاليوز على مسافات كبيرة، دي اسمها باك جراوند. او لو انت عندك لارج تشينج في الجراي فاليوز في ديستنس قليله، ده بنسميه ايدجز او نويز. لو انت بقى عايز تبقى مهتم بالايدجز والنويز ودي اسمها هاي فريكوانسي كومبوننت، بتستخدم هاي باس فلتر، يعني بتقول انا عايز الهاي فريكوانسي فاليوز بس. ودي معناه دي بيعمل ات باسز اوفر ذا هاي فريكوانسي كومبوننت وبتريديوس او اليمينيت اللو فريكوانسي كومبوننت. العكس طبعا في اللو باس فلتر، ان هو بيباس اللو فريكوانسي كومبوننت وبيريديوس او اليمينيت الهاي فريكوانسي كومبوننت. طيب ده طبعا بس شكل ريبريزنتيشن لل الفلتر في الفريكوانس دومين، وان انت لو حاولت تحول ده الفلتر نفسه وتحوله للسبيشال دومين هيديك الايه، الفلتر اللي هو اللي بيعمل سموثينج في السبيشال دومين اللي هو الافريج فلتر. ولو جربت تعمل الفلتر اللي بيعمل شاربنينج ده في الفريكوانس دومين، جربت تعمل له الريبريزنتيشن بتاعه في السبيشال دومين، هتلاقيه نفس الريبريزنتيشن بتاع اللابلاس. اوكي طيب ده برضه بعدين تاني بيقول لك ان اللو باس فلتر بيعمل بلورنج او سموثينج، والهاي باس فلتر بيعمل شاربنج. ده مثال الاوبريشن بتمشي ازاي. بيبقى عندك ايمج بتجيب لها الشيفتد دي اف تي او السنتر دي اف تي اهي، بعدين الايمج ده بتضربها بفلتر عشان يديك الايمج النهائي، تضرب دي في دي يديك دي. وطبعا الفلتر ده بيكون لو اللي في النص ده ابيض يبقى ده لو باس فلتر، يعني عايزه بعمل باسنج الحاجات اللي في النص بس، والحاجات الهاي او الحاجات اللي هي موجوده في باقي الصوره دي بشيلها. فتلاقي ان دي ايه، جيت تعمل لها انفرس هيطلع لك كده، فيطلع لك صوره معمول لها سموثنج لان انت شلت الايدجز اصلا، تمام؟ ما بقتش مهتم بالايدجز. طيب هو هنا بيقول لك ان انت كنت بتعمل في السبيشال دومين كنت بتعمل كونفوليوشن، لكن هنا في الفريكونس دومين مش هتضطر تعمل كونفوليوشن اصلا. ليه بقى؟ انت عندك في السبيشال دومين لما بتيجي تاخد ريجون، نعمل كده ماشي، يبقى عندك الفلتر بتاعك اصلا بيبقى عباره عن 3 في 3، يعني السايز بتاعه بيكون اقل من السايز بتاع مين، بتاع الايمج الاصليه اللي هي مثلا 100 في 100. فبتضطر عشان تجيب الايمج الجديده تبدا تضرب الفلتر ده في الفلتر ده وتجمع كل بيكسل مع بعضها، في الاخر اديني ايه، اديني بيكسل واحده.
وتعمل نفس الاوبريشن مع كل الايه، كل البيكسلز اللي هنا، تاخد حوالينها البيكسل دي مثلا حوالينها ريجون، تضربها وتجمعها في الفلتر ده، تمام، عشان تجيب في الاخر البيكسل دي. فانت بتعمل كونفوليوشن، كونفوليوشن بتضرب وتجمع. لكن لكن في الفريكوانسي دومين انت اصلا بيبقى عندك الايمج بتاعتك الدي اف تي بتاعك، لنفرض مثلا 100 في 100، لما بيكون عندي الايمج الاصليه اصلا 100 في 100، خلاص بتعمل لها فريكوانسي دومين بتبقى 100 في 100، والفلتر بتاعك اصلا الساس بتاعه برضه 100 في 100، الفلتر بيبقى نفس الساس بتاع الايه، بتاع الايمج في الفريكوانسي من 100 في 100. فده الفلتر، مش عارف الفلتر مثلا اسمه اتش كابيتال، والايمج الاصليه اسمها اف كابيتال، ودي الاف الصغيره، تمام، الايمج الاصليه. بتضرب بقى ايه كل بيكسل دي، تضربها بدي عشان يطلع لك الايمج الجديده اللي هي الجي. فبتعملش كونفوليوشن، بتعمل ضرب. الكونفوليوشن في الفريكوانسي في السبيشال دومين بيقابله بالظبط في فريكوانسي دومين ايه، ضرب. وال الانهانسمنت بيشمل ايدج ديتكشن، نويز ريموفال، وامفاسايز، او ان انا بعمل شاربنينج، امفاسايز اوف انفورميشن اوف ذا ايمج، بعمل ايه شاربنينج للبيكسل فاليوز. طيب الاوبريشن بتحصل ازاي؟ لو عايزين نوضحها اكتر، بيبقى عندك الايمج الاصليه بتعمل لها فلويد ترانسفورم، بعدين بتبدا تضرب في الفلتر اللي هو بيعمل انهانسمنت او بيعمل سموشنج او وات ايفر، بعدين الناتج بتاعك بيكون الجي الكبيرة بتعمل لها انفرس، بيديك الجي الصغيرة. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تعمل؟ ممكن نعمل سموثنج او شاربنج، انواع الفلترز اللي ممكن تشتغل، يا اما يبقى عندك لو باس فلتر، يا اما هاي باس فلتر، يا اما باند باس فلتر. اللو باس فلتر بتيجي كده عند يعني انا توضح اصلا مع الشرح اكتر، بس ان انت بتيجي تقول الحاجات اللي هي عند ديستانس معينه دي انا هعديها واخليها بواحد، غير كده كل حاجه خليها بصفر، ده لو باس فلتر. الهاي باس فلتر ان انت بتيجي عند البيكسلز اللي هي بعد الديستانس دي وتقول لي هي دي اللي هخليها بواحد، ايه غير كده كل الحاجات دي هي اللي خليها ايه بصفر، تمام. الباند باس فلتر اللي هو انا هاجي عند حاجات في رينج معين هي دي اللي هعديها، مثلا دي واحد ودي اتنين، هي دي الحاجات اللي انا هعديها واخليها بواحد، غير كده اي حاجة بره الرينج ده هي اللي هتبقى بزيرو، ده باند باس فلتر، تمام. طب هي هيوضح اكتر برضو، بس ايه عشان تعمل سموثينج بتعمل لو باس فلتر، عشان تعمل شاربنينج ممكن تعمل هاي باس فلتر، فكل واحد فيهم بيتظهر أهميته في نقط معينة. طيب أنواع اللو باس فلتر، في عندي أيديال لو باس فلتر، وباتر وورث لو باس فلتر، وجاوسيان لو باس فلتر. أنواع الهاي باس فلتر، أيديال هاي باس فلتر، باتر وورث هاي باس فلتر، وجاوسيان هاي باس فلتر. طبعا في فلترز كتيرة، بس احنا هناخد 3 دول من كل ايه، من كل واحد. طبعا التفاصيل لكل واحد فيهم، ان هو هيبدأ يعمل لكل واحد فيهم اكتر سموث او كده، هيبان مع الشرح. بس عامة يعني السموثنس بتحصل بان انا بعمل دروب اوت للهاي فريكونسي كومبوننت، وما ده معناه ان انا، وده من خلال ان انا بضرب الفريكونسي دومين او الدي اف تي بتاع الايمج في فلتر بيعمل سموثنج عشان يطلع لي الايه الجي. طيب ده الاوبو بتاع السموثنج، يبقى عندي حاجه زي كده، عندي ايمج بتلاقي الايمج حصل لها سموثنج كده، الحاجات اللي زي موجوده هنا انت ما بقتش موجوده. اوكي طيب بيبقى الهدف من السموثنج ان انا بعمل ريموف للنويز لو في نويز عندي، او انا ببقى عايزه اعمل سموثنج. في ساعات ببقى عايزه اعمل سموثنج زي هيبان في الابلكيشن، لو انا عايزه اعمل الحاجات اللي هي الجماليه يعني للممثلين، ان انا عايزه اخفي بعض الحاجات الدقيقه،
فبعمل سموثنس او سموثنج للايمج. فالسموثنس ده الهدف منه ان انا بشيل النويز او بعمل سموثنج بحيث ان انا اخلي الصورة جميلة. يعني انواع دول اللي هو الايديال والباتر وورث والجاوسيان. الايديال اللي هو اي ال بي اف ايديال لو باس فلتر، وهنا باتر وورث لو باس فلتر، وهنا جاوسيان لو باس فلتر. كل واحد فيهم ليه معادلة، وطبعا الدي دي ليها معنى والدي زيرو دي ليها معنى، فخلينا نستنى بس لما نيجي عند كل واحد فيهم. طيب الايديال لو باس فلتر، خلينا نشوفها بفكر احسن. طيب انا دلوقتي عندي الفلتر ده، اوكي. الفلتر ده لو انا عندي عايزه اعدي حاجات معينه، فبقى عندي سيركل واقول للحاجات اللي جوه السيركل هي اللي هتيجي هضربها، واضرب في وحيد يعني، واللي بره السيركل هضربها في زيرو. الحاجات اللي هنا لازم اعرف الاول الريدس بتاع السيركل. انت عايز تعمل يعني فلتر بتاعك عامل زي كده، لو فرض طبعا كل الفلتر اللي هرسمها دي 100%، عايز سيركل تبقى كده هتباص الحاجات دي بس، ولا عايز حاجه زي كده ان السيركل تبقى كبيره. لازم اعرف الريدس بتاع الصوره، ده الدي زيرو. الدي زيرو هي الريدس بتاع الصوره، انت عايز تعدي قد ايه من الصوره. طبعا كل ما الدي كانت كبيره كل ما الصوره يعني الصوره رجعت زي الاول، يعني كاني ما عملتش سموثنس. وكل ما عملت الدي زيرو كانت صغيره كل ما السموثنس كان كتير، بس طبعا ممكن معالم الصوره تبقى ايه هو لما باجي اصغر، سوري، لما باجي اصغر الدي، لما الدي بتبقى صغيره ده ببقى اقرب من الايمج الاصليه، لان انا كاني ما عملتش حاجه. انت الايمج الاصليه هي كلها، وانا شلت حته صغيره هي اللي هعدي، سوري، حته صغيره هي اللي هعديها، حته صغيره هي اللي هعديها. فالجوده هتبقى مش كويسه. معلش تاني، هي عامه في هنا علاقة بين الريديوس، لما كل ما الريديوس كان صغير فانت بتاخد 92% من الصورة. لو كبرت الريديوس بتاعك 80% من 80 يعني الريديوس بتاعك كان 80 فانت خدت 98% من الصورة. يعني كل ما الريديوس كبر كل ما انت خدت من الصورة كتير، بس هل انت عملت سموثنس ولا لا؟ يعني لا طبعا، لو انت كبرت الريديوس يبقى انت ما عملتش سموثنس اصلا. انت ما ايه هيستفاد ايه لما تكون رجعت 99.5% من الصوره؟ يبقى انت ما عملتش سموثنس، يبقى انت دخلت وخرجت طلعت نفس الحاجه. فكل ما الريديوس يكبر كل ما الصوره انت احتفظت بالباور بتاعتها عادي، ولكن السموثنس ما بيبقاش فيه سموثنس اصلا، تمام. لكن كل ما صغرت الريديوس كل ما السموثنس بيزيد. يعني ان السموثنس عكس الباور، انت بتحتفظ بالباور يعني بتحتفظ بنفس شكل الصوره، لكن السموثنس ما بيحصلش، بيبقى بيحصل بنسبه قليله. طيب فهو دي الريديوس. انت بتقول لي ان انا الدايره دي هي اللي انا هاخدها، وبره ده مش هاخده مش عايزه، بس دي معنى الريديوس. الدي بقى، وفي دي وفي دي زيرو. الدي زيرو هي انت بيكون عندك اصلا الاف الكبيره، تمام، وعندك الاتش، فانت عندك هنا عارف انت ان دي زيرو، خلاص عارف ان دي زيرو، فانت عايز تشوف النقطه دي هي بعيدة قد إيه عن السنتر. يعني ده السنتر بتاع السيركل، تمام. فالبعد ده اسمه دي، البعد بين النقطة والسنتر بتاع الريدس اللي هو عاملها، سوري، يعني دي سيركل. أنا لو عملت السيركل دي هنا تاني، فأنا النقطة دي بعيدة عن السنتر بقد إيه؟ النقطة دي بعيدة عن السنتر بقد إيه؟ هي دي الدي، اوكي. فانت هتشوف الدي بتاعتك، لو الدي بتاعتك كانت اقل من، يعني من الاخر، يعني لو النقطه دي كانت بره ريديس،
لو هي بره اقل منها، لو كانت اكبر من الدي هخليها بزيرو، يعني لو هي بره الرادياس هخليها بزيرو، لو اقل من الدي يعني هي موجوده هنا 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 اي حاجه جوه الدي بفرض طبعا ان دي كلها دي زيرو، هيحصل ايه؟ هتبدا يعني تاخد او تخلي القيمه دي بتاعتها بواحد، تمام؟ فهي دي ده الفلتر، ده الدي الديستنس الحقيقيه بين اليو واليو والفي مقارنة بالدي زيرو، والدي زيرو هي السيركل اللي انت تاخدها للفلتر اصلا. هبدأ اقول ان القيمة اللي عندي هخليها بواحد او بصفر. اوكي؟ طيب خليني مثلا اقول لك ان انا عندي الصورة دي ومن 1 لـ9، وافرض مثلا كان السنتر بتاعك كان 5 و5، لو انت عندك الام بـ9 والإن بـ9 فإم على الاتنين اللي هي 4.5 اللي هي 5 ودي 5. أوكي، فأنت النقطة بتاعتك اللي في النص 5 5 و5، فافرض إن الدي زيرو كانت بـ3، فأنت عايز تحسب النقطة دي هشيلها وأحط بدلها واحد ولا لأ؟ طيب هي لو الدي بـ3 فأنت معاك 0 1 2، انت عندك اصلا حاجه زي كده يعني دي موجوده معايا في السيركل، كل الثلاثات معاك، 3 هنا و3 هنا و3 هنا و3 هنا، خلاص. فلقيتش دي جوه الريديس جوه الثلاثه، اه خلاص خلاص اخدها، يعني الاثنين ده اهي اقل من الثلاثه خلاص اخدها. طب الخمسه كانت اكبر من الثلاثه، الديستنس دي لما جيت احسبها كانت اكبر من الثلاثه فخليها بزيرو، خلاص اخليها بزيرو، يعني مش هاخدها معايا، فانا هاخد كل القيم دي كلها معايا هضرب في وحايد. اوكي، غير كده هضرب في صفر. اوكي، ده شكل ال ideal low. how does the low pass filter ال ideal low pass filter work؟ ده الشكل الفلتر. انت لو عندك دي كتير شوف الدي بتاعتك ايه علاقتها بالدي زيرو، لو هي كانت اقل من الدي زيرو هخلي الفلتر بواحد، غير كده هخليه بايه؟ بزيرو. انت عندك الفلتر اهو، بتبدا في اخر ده تضربه في الايمج الاصليه او في الدي اف تي. اوكي، زي ما احنا شايفين هنلاقي ان الترانزيشن في الفلتر ده يعتبر شارب. شارب يعني انت بتقول له يعني اقل من الدي كذا، غير كده ماليش دعوه. طب افرض بقى ان الجزء اللي على الحرف بين الدي ده كان تكمله كومبوننت موجود في السيركل، فهو ماليش دعوه. هتلاقي ان الايمج اللي طالعه لك حصل لها سموثنس، وفي نفس الوقت معمول لها حاجه كده زي ريبلز، ان في شكل حواليها، لان الصوره اصلا مش مكتمله، انت عامل لها شاربنس. اوكي، فالبيهيفير ده اسمه رينج رينجنج، اللي هي ان هو يعمل حلقات يعني. فالكرينجنج از ا كاركترستيك اوف ايديال فلتر، اي ايديال فلتر احنا هناخده هنلاقي دايما فيه فكره الرينجنج، نتيجه ان هو ايه؟ بيحصل ابربت تشينج او يعني تغيير مفاجئ في الحدود بتاع الفلتر، تمام؟ طيب ثواني كده، اهو ده الرينجنج افكت، هتلاقي ان حوالين الاوبجكت في ايه؟ في دواير كده. اوكي؟ جنب كل اوبجكت هتلاقي في دواير. طيب فالبلورنج مين؟ هاو لو فريكونسي ار ريموفد، هل انت عملت ريموفنج لو فريكونسي ولا لا؟ والرينجنج معناه الكات اوف از سو شارب. هنحاول في الفلترز اللي كان حل مشكله الرينجنج، لان هي بتخلي السموثنس، يعني مش عشان عايز اعمل سموثنس ان انا ابوظ الاوبجكت. طيب ده بس فكرة بيبين لي ان انا لو غيرت ريدس من 5 15 30 80 32 230، كل ما زوده كل ما الصورة تبقى شبه ايه؟ شبه الاصل. كل ما كان صغير كل ما عملتش سموثنس اصلا، او السموثنس كان سيء جدا و بعدت عن الصورة. اوكي، طيب ده مثال برضو للايدل لو باس فلتر. عندك 57 36 26، المفروض كل ما
اريد استكبر كل ما اكون قريبه من الايه، من الايمج الاصليه. فطبعا كان عندي كده كده كده، ف 26 36 57، ف 57 هي احسن حاجه في ان انت يعني ما خسرتش حاجه من الصوره. بس لو انت عايز تعمل سموشن اكتر لازم تقلل الريدس، فعشان تعمل سموشن بتضطر ان انت تخسر ايه، معلومات من الصوره. تاني نوع من انواع الفلترز اسمه باتر بول سلو باس فلتر. ده بيبدا يعني ان هو يحاول يغير في شكل الفانكشن بتاع الاتش اوف يو في، او شكل الفانكشن بتاع الفلتر، بحيث ان هي تبقى ايه، مش شارب قوي، بحيث ان هي تبقى سموث شويه. اوكي، بحيث ان انا اقدر اتحكم في ان هو يبقى شارب ولا شويه شارب، شويه صغيره ولا شارب قوي ولا وات ايفر. فباستخدام ايه؟ باستخدام بارامتر اسمه ان موجود في المعادله. كل ما غيرت ال n ده كل ما قدرت اتحكم في السموث بتاعه، وبدات انت تقول ان انا عايز يبقى عندي رينجنج ولا لا، عايز عندي رينجنج بنسبه كبيره قليله وهكذا. طيب اما نيجي نقارن بس الريدس هنا لما كان بخمسه، شايفين الصوره دي؟ هتلاقي هنا ال اول صوره اصلا في شايف ان اول صوره بريدس خمسه في الايديال لوبس فلتر مش واضح اصلا المعالم، لكن في البتر وورث باين المعالم نتيجه ان هو بدا يعني كونسيدر الايه، الابربت تشينج ده ما يخلوش موجود. هو هيحل مشكله الرينجنج وكمان هيحسن ال ال السموثنس. تمام، طبعا نفس الفكره في الريدس، كل ما تكبره كل ما ترجع للصوره الاصليه. طيب هنا بيقول لك less ringing effect due to filter smoothness transition between low and high. في smooth transition اللي هو ظاهر في هنا ده، مش شارب. لو انت خليت الباتر وورث فلتر اوف اوردر 1 هاز نو رينجنج، يعني لو خليت الان اللي في المعادله دي بواحد، خليت الان في المعادله دي بواحد، مش هيبقى فيه رينجنج خالص. لو فضلت تكبرها او تغير فيها يعني هتلاقي ان الرينجنج ماله بدأ يظهر. فالباتر وورث ميزته ان انت تقدر تتحكم في رينجنج، عايز تظهره او ما تظهروش. لكن الجاوسن لوباس فلتر ما فيهوش رينجنج خالص. تمام، فالباتر وورث يعتبر يعني فلتر ما بين الايدل وما بين الجوسن، لان هو تقدر تتحكم في الرينجنج اللي فيه باستخدام ان انت بتغير البارامتر اللي اسمه ايه، طبعا بتريسنج في المعادله يعني. طيب تمام، الجاوس اللوباس فلتر برضو فضل يغير في المعادله بحيث ان هو ما فيش ان اصلا، يعني شال الان دي، ولكن انا هعمل وابقى متاكد لك من السموثنس، لان هو اصلا المفروض يعني السمبلست فورم الجاوسيان لوباس فلتر لو كان في السبيشال دومين ان هو بيعتمد على الستاندرد ديفيشن. الدي 0 دي بتبريزنت الستاندرد ديفيشن والدي بتبريزنت المين، فهو اصلا بيعتبر المين والستاندرد ديفيشن في في التعبير عن الفلتر يعني. وبالتالي هيطلع سموث اصلا اكيد، مش لازم ان انا اقدر ان انا اتحكم فيه ببارامتر يعني، لان هو بيعتبر المين والستاندرد ديفيشن في الايه، في المعادله. هتلاحظ ان في الشكل الرسمه دي في الجاوسيان وشكلها في البتر وورث وشكلها في الايديال. هو لما بيجي يقول لي الدي بتلاتة مثلا، فهو بيجي هنا يعمل راديوس بتلاتة من الأول للآخر، دي تلاتة خلاص، دي تلاتة ده في الأيديا. لكن في الباتر وورث أنت بتقول لي الدي بتلاتة، فهو ما بي يعني إيه، ما بي يعني بيعمل سيركل كده بس، دي تلاتة عادي خالص، هي مش مشكلة، بس الانحراف بتاعتها يخليها مالها، بيخليها زي ما انت شايف كده، مش شارب، بيخليها كده. كده سوري، بيخليها كده هو نفس الريدس عادي، بس بايه، بيخلي الانحراف بتاع السيركل مالها سموث شوية.
هتلاقي الجاوسيان بيخلي السموثنس اكتر، يعني بيخلي ما بيقولش مثلا منول كذا كذا، لا بيخلي كل السيركل كلها سموث داخله في بعضها، تمام. فدي ده الجاوسيان لوبس فلتر. بيقول لك طبعا اللي هو في الاساس ان المقام ده كان ستاندرد ديفيشن، والفوق ده كان المين. بس هو هنا عشان احنا في فريكونس دومين فهيشيلها ويحط ده الديستنس الدي والدي. اوكي، طبعا ده شكل الايفكت. لو بصيت على الصوره دي، طبعا هو فينا كومباريزون اصلا، ده الصوره لما كان 15 و15 و15، ده ايديال وده بتر وورس وده جاوسن، الثلاثه التلاتة دول ثلاثة لهم نفس الريدس. هتلاحظ الشكل هنا وهنا وهنا، أنهي أحسن واحد؟ يعني مع إن الريدس فيهم ثلاثة واحد، لا هتلاقي إن ده أحسن فلترينج، نتيجة إن هو أولا شال فكرة الرينجينج، ثانيا عمل السموثنس فور شور، لأن هو خد في الاعتبار المين والفارينس بتاع البيكسز اللي حواليه، تمام؟ زي اللي هو الأفرج فلتر، الافرج فلتر لما كان خليهم كلهم واحد وبعدين قسم على التسعه كده يعني. طيب، واحده من الابلكيشنز المهمه في اللو باس، يعني اللو باس فلترنج، هو ان انا ممكن السموثنس يفيدني ان انا لو عندي حروف زي كده والارقام او الحروف يعني مش واضحه او نسخه قديمه من الحاجه، ممكن لو عملت سموثنس تلاقي كلهم دخلوا في بعض، ما انا باخد الافرج، وممكن الحاجات دي تو بي فيلد لوحدها. واحدة الابلكيشن التانية اللي هي مشهورة اللي هي ايه، الـ يعني بشيل التجاعيد اللي موجودة في الصورة، وبالتالي طبعا بيفيد في الأفلام والحاجات دي. طيب، طبعا ممكن أطبق الفلتر أكتر من مرة، يعني ممكن أطبق هنا بعدين أطبق كده بعدين أطبق تاني، يعني لو أنا مش عاجبني الريزلت أطبق ايه أكتر من مرة، بحيث إن أنا أشوف أنهي ريديوس بيديني نتائج أحسن. طيب، الحالة الثالثة أو الحالة اللي بعد كده اللي هي هاي باس فلتر، بس أنا عشان أعمل ايمج شاربنينج، الهاي باس فلتر ده عكس الـ يعني ممكن أقول الهاي باس فلتر عبارة عن واحد ناقص اللو باس فلتر. يعني أنا الريديس عندي كده، دي كلها واحد والباقي كل ده صفار، حاجات كده كلها أسود أسود أهي. لا، الهاي باس فلتر العكس، عندك نفس الريديس عادي، بس الريدس اللي جوه هي اللي بإيه؟ دي اللي بيعملها دروب، هي اللي بيخليهاش موجودة. أوكي؟ فدي صفر لكن دي واحد. أوكي؟ فبنقدر نقول إن أنت ممكن عايز تعمل هاي باس فلتر، ممكن مش لازم تعدي بالإكويشنز والحاجات دي كلها، ممكن تعمل لو باس فلتر وبعدين تعمل واحد ناقص اللي أنت جبته. أوكي؟ طيب، الثلاث انواع اللي هنستخدمهم برضه في الشاربنج، ايديال هاي باس فلتر، البتر وورث هاي باس فلتر، وجاوسن هاي باس فلتر. طبعا المعادله دي اكيد يعني هناك كانت 1-0، هنا تبقى 0-1 صح؟ مكان اقل، يعني لو انت جوه السيركل هخليها 0، لو انت بره السيركل هخليك 1 عكس الاولاني. بتر وورث هنا كان اي تو ذا باور، هنا بقى 1 ماينس. البتر وورث المعادله بتاعته 1 على الدي على دي 0 تو ذا باور 2 ان. واحد على دي 0 بتهيألي كانت دي على دي 0 2 ان. اوكي، طيب دي شكل الفلترز، يعني ان انت هنا في الفريكونس دومين ايديال بتر وورس جاوسيان، الايديال اللي بيدروب لو انت هاي بيظهر الحاجات اللي فوق، بيدروب الحاجات اللي في النص اللي هي يعتبر لو فريكونسي. دي برضو نفس الفكره، بس الدنيا هنا ايه مش شارب، هتبقى سموث شويه، هنا هتبقى سموث اكتر، ويعتبر بياخد ريجون اكبر من السيركل نفسها. شايفين السيركل اهي، هو السيركل وحواليها حاجات سموث، وحواليها اكتر حاجات سموث اكتر، تمام. طيب، ده الفلتر ده لو هو عمله الانفرس وجاب الفريكونسي بتاعه هيبقى شكله عامل زي كده.
ده الايديال باتر وورث جاوسن، ده شكل الاوتبوت لو انا عندي الرسمه الاولانيه كنت بعمل عليها سموثنس، هجيبها واعمل عليها شاربنس واغير الدي كل شويه هيديني حاجه زي كده. تمام. المفروض ان كل ما اكبر الدي، كل ما اكبر الدي هيبقى التأثير مش كويس. ليه؟ لان انا مع العكس بالتاني، لما كنت بصغر الدي الصورة بتبقى زي الاول، لكن انا كل ما اكبر الدي، لان انت عندك حاجة زي كده ماشي، الفلتر بتاعكم ادي الريديوس مثلا، قلت هنا نفس الفلتر، قلت انا هكبر الحاجة دي، فانت لما تكبر دي يعني كل ده انت هتمشيه هتمسحه، لما تكبر ولا تمسحه، فدي اللي هيحصل، الصورة الكواليتي بتاعتها هتقل. فانت لازم لما دي تكبر بتبقى حاجة مش كويسة في الشاربنج. اوكي، لكن دي المفضل انها تبقى قليلة عشان يديك نتائج كويسة في الشاربنج. طيب طبعا ده مثال تاني. طبعا فكرة الرينجينج موجود برضه عادي، لأن هو الأيديال والهاي الاتنين ليهم شرب يعني ايه discontinuity of the filter transfer function. طيب ده شكل الباتر وورث هاي باس فلتر وشكل النتائج، وطبعا يفضل ان دي ما تبقاش كبيرة جدا يعني. طيب ده برضه مثال تاني، ده برضو مثال للجوسن، والجوسن أكيد برضو لغى فكرة الرينجينج نهائي. طيب لو عايزين نقارن ما بينهم، عندي ده الأيديال، ده لنفس الريدس الديب زيرو، هنا الديب زيرو سوري الديب 15 15 15، دي النتائج كان فيها مش التحسين، مش يعني شاربنينج مش قوي، هنا أحسن شوية، هنا أحسن أكتر. طيب واحدة من أهم الحاجات اللي بتفيد جدا في ال enhancement، بيفيدني في إن أنا بشيل periodic noise. يعني إيه periodic noise؟ لما أنا كنت بستخدم ال enhancement باستخدام الميديان كان بيساعدني إن أنا أشيل السالت والبيبر نويز، اللي هو لو عندي نقط بيضاء وحواليا نقط عادية يعني، او النقطه سوداء بزيرو وحواليها نقط عاديه، فانا بجيب الايه المين او الميديان. طيب ماذا لو كانت النويز دي بريودك، يعني موجوده كتير جدا، فهتلاقي صفر 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 واحد 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 كتير، انت مش عارف تعرف البيكسل سواء كان هي نقطه اساسيه في الصوره ولا هي نويز. فاللي هيحصل ايه، ان انت الايمج دي حولها للفريكوانس دومين، لما تحولها للفريكوانس دومين الحاجات اللي هي بريودك ظهر لي هنا في الصورة على ان هي ايه نقط. طبعا دي برضو من ضمن الكاركترستيك اللي في الفريكوانس دومين، ان النقط، ان الحاجات اللي بتيجي يعني مثلا خط متقطع بيظهر كنقطة. تمام. فانا ممكن اعمل ايه، ممكن اجي اعمل سيركل كده واقول له انا عايز اخد الحاجات دي والحاجات التانية لا، ممكن اعمل حاجة زي كده، ممكن اعمل حاجه زي كده، اجي اقول له انا عارفه الباند باس فلتر، يعني عايزه الريجون اللي فيها النقط اللي انا شايفها هنا اهي، اجي حوالينها كده، حوالينها كده مثلا السيركل دي اللي انا مظللها دي كلها الغيها خالص من الصوره، مش عايزها، خليها كلها بصفر، دي تبقى بواحد وتبقى بواحد. اوكي، وهيعرض لي بقى كده في الاخر الصوره كلها من غير النقط، من غير حته اللي هي اسمها نقط اللي هي بتمبل ايه للنويز. خلي الصوره ممكن تظهر لي ازاي، تظهر لي حاجه زي كده، شايفين صوره كلير جدا ما فيهاش اي نويز، وده باستخدام باند باس فلتر. فانا ممكن اعمل اتخلص من البريودك نويز بان انا استخدم باند باس فلتر. اوكي، هو في باند باس وفي باند ريجكت، يعني هو عامة هو باند فلتر بس في منه نوعين، باند باس وباند ريجكت. الفرق بين الباند باس والباند ريجكت ان اللي جوه ده انت عايزه هو اللي يعدي، ولا اللي جوه هو اللي مش عايزه ما يعديش. فانت ممكن يبقى عندك سيركل كده، والسيركل دي سوري
سيركل كده مظللة، اللي هي دي اللي أنا بشير عليها دي، اللي جوه ده لو مليان بصفر يبقى اسمه باند ريجكت، لو اللي جوه ده مليان بواحد والباقي كله صفار يبقى اسمه باند بوس. يعني أنا مهتم بالباند ده بس أصلا، لكن ده أنا عايز أعمل باند ريجكت، يعني اللي جوه الباند ده هو اللي بصفر، غير كده كل حاجة بواحد. أنا لو استخدمت الباند ريجكت فلتر أقدر إن أنا أتخلص من البريودك نويز. تمام، دي كانت المحاضرة. هي يعني طبعا هنا بيقول لي ان انت لو حاولنا نستخدم الافريج فلتر هيبقى ده النتيجة، حتى لو استخدمت الميديم فلتر برضو مش هعرف اعملها. مفيش حل غير ان انا اروح للفريكوانس دومين عشان اقدر ان انا اشوف حاجات او اتحكم في حاجات مش عارف اتحكم فيها فين في السبيشال دومين. تمام، يبقى مثال على الابليكيشنز عندي البريودك نويز، عندي الكوسماتيكس او الحاجات اللي هي حاجات التجميل، وبرضو ان حاجة خدناها كمان اللي هي ان انا بحاول اكونكت البروكن تكست. اوكي، ده كانت الانهانسمنت في الفريكوانسي دومين، بحاول ان انا ابقى اشوف مثال محلوم من الاول للاخر على حاجة زي كده ونحلها في المحاضرة الجاية أو حلها في فيديو لوحده. أوكي، نتقابل إن شاء الله في المحاضرة الجاية.